بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا. وهنا حلقات اللغة الإنجليزية مع جرامر الوحدة التامة. إن شاء الله شرحنا كلمات، بعد إن شاء الله هنشرح الجرامر مع بعض. لو بتكلم عن الأكتف والباسف، خليكم معايا هتلاقوا اليد مفيد. عفوا. والله ما يسأل أمر أي شطار في القناة. صار إجازة في كل حتى تكون كل جديد، حتى تدعموني في نشرات في الوضع إن شاء الله. كما أرجو عمل لايك في الفيديو تصل لأكبر عدد ممكن من الطلبة لكي يستفيدوا من هذه الشروح، حتى يرضى الله عز وجل وتكون مفيدة لكم إن شاء الله تعالى القادمة. دعوات القادمة لكم من رياح التوفيق إن شاء الله. نبدأ الحصة بتاعتنا. إن شاء الله تستفيدوا جدا منها. محدش ينسى الاشتراك لو سمحتوا، وعايز اللايك والشير مهمة جدا عشان الناس تستفيد من حاجة، وطبعا الاشتراك عشان تدعموني. نشكر بفضل إن شاء الله تريجع ليا. طبعا دي موجودة أنا بزيت الفيديوهات بتاعتي. ده ماشي قدامنا الشاشة بس فورمز صوت المجهول. Use verb to be plus past participle in the sentence or sentence to make a passive verb. استخدم verb to be تصريف ثالث في نفس زمن الجملة عشان تعمل فعل مبني المجهول. يبقى نقول المجهول أمام المجهول الإنجليزي verb to be تصريف ثالث. to be في نفس زمن الجملة، تصريف ثالث فعل الجملة، نعمل فعل مبني المجهول. طب الكلام ده معناه إيه يا ولاد؟ ما لازم أعرف الأزمنة المختلفة بتاعت verb to be، بتاعت الجمل كلها، تتكون من إيه؟ الكلام ده كله، أوكي؟ دلوقتي هنبدأ مع بعض إن شاء الله بالـ present simple verb to be في different sentences، verb to be في إيه؟ الأزمنة المختلفة. طيب أول حاجة، زي عندنا أنا أكتب وأنا بأسف طبعًا. عندنا present simple، الموضوع ده بسيط. play go visit أو plays goes visits. visits. Okay. يعني مصدر أو مصدر بس. Okay. طيب بس بتاع بي ام از ار تصريف تاني بوست باسبل. يبقى لازم ضرب بسيط، نختار ايه؟ يا ده يا ده موجود منهم. اختارت الاثنين على الجملة، يلعب يبقى ده، يلعب يبقى باسف، بيلعب اكتف يلعب باسف، يزور اكتف يزار باسف، يشاهد اكتف يشاهد باسف. طبعا اما اي اسمع هي في ويت واربع يوزي، يبقى ضرب بسيط او ام يزار تستخدم ضرب بسيط، بس في الاكتف وده في الباسف. طيب تاني حاجة اللي هي بريزنت كونتينوس، ضرب مستمر. كون ام از ار مصدر اي ان جي كده، ام بلاينج از ستادينج ار واتشينج، ضرب مستمر. طب الباس بتاعه يبقى verb to be am being تصريف تالت، أو is being تصريف تالت، أو are being تصريف تالت. نفس المرتبط ده أو ده برضه، يلعب ده أكتب يلعب بس am being is being are being تصريف تالت. طبعا am is على حسب الفعل اللي عندي، I مع am، he مع he، she مع is، you is مع are، تفت بس being تصريف تالت. لازم بس نلعب زد ايه، زد بينج في النص مثال، ام ازار ام مصدر ان جي. طيب هنا بينج بدل ايه؟ لان جي، كان بلاينج، كان واشنج، كان ستادينج، حط بينج من ام ازار ونجيب تصفيات ليه؟ الفعل هي لان جي، نحو البينج ده. اوكي؟ طيب نكمل مع بعض. بص الجملة، عايزين نختار الصح طبعا. لما ولاد نختار مع بعض كده وكانوا معانا بشرح الجملة نفسها. People plays play are played is played playing football everywhere nowadays. الناس كل ما تلعب الكرة في كل مكان هذه الأيام. طيب زمان ايه الجملة دي؟ بسيطة مستمر مضارع، بسيطة مضارع مستمر. طب مضارع بسيط ده حقيقة صح؟ يبقى كده مضارع بسيط، والحقيقة هي عادة، usually, always, sometimes, often, generally, rarely إلى آخره، صح طبعا. طيب معانا ضرب بسيط موجود، موجود التلاتة play و plays و play و played with played، ده ضرب بسيط. plays و played active،
بلاي ديسبلاي ده بسمة، بلاي ديسبلاي يلعب، بلاي ديسبلاي يلعب، الناس تلعب ولا تلعب؟ الناس تلعب صح؟ بلاي ديسبلاي ده مش عايز تلعب، بلايين بلاي طبعا مش موجود عندنا، يقولون ايه يا بلايز يا بلاي. طيب بلايز امتى؟ مع هيم شويت ومع علي او غدا او ذكات، المفرد او الاسم يشيل او الاسم يدل عليهم. طب بلاي مع يو ويزي واي، طب بيبل ومنها ايه ده بتاع ايه؟ طبعا زي مظبوط، يبقى غير اس يبقى بيبل ايه؟ بيبل لي والبول everywhere nowadays. وصلت كده؟ عايز يلعب مش يلعب، يبقى ار بلايد او يبقى اس في بلايز او ار بلاي. ليه؟ ار بلايز بلايد ولا يلعب دول بس ار تصفيتات استفسارات. عايز يلعب يبقى بلايز او بلاي، الناس تلعب يعني الناس زي، يبقى تلعب من الاس يبقى بلاي. اوكي نكمل. government up new desert تبني مدن في الايه في الصحراء. ولا يا ولاد جورمنت ها تبني سيت اب يعني تبني مش كده؟ سيت او سيت از بينج سيت ولا ايه سيتنج اب نيو سيزون ها اوكي ها. يبقى ده السيتنج تبني، سيت ده مضارع فاش، السيت ده مضارع مجهول، از بينج سيت ده باسف مستمر الباسف، السيتنج مضارع مستمر فقط. اب نيو سيتز ليزرد بتعمل دلوقتي مش كده؟ نو دايز هذه الايام، نو حاضر بريزنت في الوقت الحاضر وده مستمر. المهم ايه؟ از سيتنج. اوكي من نيو سيتز اب نو دايز، نو دايز مضارع مستمر خلاص، يبقى ار سيتنج تنفع، ار بينج سيت تنفع، سيت ده مضارع بسيط، نفس ده مضارع تام، أنا عايز إيه؟ مضارع مستمر عشان nowadays، يبقى are sitting أو are being set. طيب أنت تبني، are sitting تبني، are being set تبنى. طب من new cities مدن جديدة كثيرة، تبني ولا تبنى؟ لا تبنى، يبقى عايز الباسيف، يبقى ده إيه؟ are being set. أوكي؟ are being set. يا ولاد؟ طيب، مستمر عشان nowadays، بس عشان مدن تبنى مش تبني، وار بينج سيت. عندنا سيك بيبل مرضى تريت ار تريتنج تريتد ار تريتد ان هوسبيتالز، في اللي في المستشفيات تريت يعني معالج مش كده؟ الأزمنة المختلفة دي جملة، دي حقيقة، والله بسيط فاكت، والله بسيط، فتريت ينفع ار تريتد تنفع، alternating مضارع بس مستمر، تريت ده ماضي بسيط، ده مضارع بسيط، يبقى تريت أو alternated، ده active ده passive، ده يعالج ده يعالج. اوكي ان هو في المستشفيات المرضى بيعالجوا ولا بيتعالجوا؟ يلا ولاد المرضى طبعا بيتعالجوا، سيك بيبول ايه؟ are treated in hospitals، بيعالجوا في المستشفيات. اوكي تمام كده دول سهلين. طيب بعد كده عندنا البريزنت بيرفكت المضارع التام، كون ايه؟ هاف او هاز بس باست بوسبل، ده الاكتف بتاعه مبني معلوم، هاف هاز صرف تام، هاز طبعا مع اي شيء ات، هاف مع اي ويوز اي صرف تام، ده الاكتف ده العادي ده يلعب. طب البس بتاعه هاف بين هاز بين، تصرف تبقى بين بينهم، حطيت هنا بين، حطيت بين الضرب بسيط وانا اميز على التصرف تاني مستباسف بريزنت بيرفكت مرة تام، يبقى بين بين هاف هاز تصرف تاني، هاف بين هاز بين تصرف تاني. اوكي ده الباسف بتاعه، وقلنا اللي فوق ده يلعب ده يلعب، ده يشاهد ده يشاهد. طيب شوف كده الامثله بتاعتنا، our football team فريق كرة القدم بتاعنا one have won have been one has won the African Cup of Nations، كاس افريقيا الامم، كاس الامم الافريقيه، لان كسب مش كده؟ كسب مش ماضي بسيط، ده مضارع تم ليه؟ ده اصلا حدث خلص، ماضي بسيط ده فينش اكشن باست، خلص في الماضي، لكن ده لسه كسبان قريب. اوكي يبقى ده مضارع تام، يبقى هاف وان تنفع،
هاف بين 1 تنفع، هاز 1 تنفع، هاز 1 وهاف 1 كسب، هاف بين 1 كسبه باسف، او هاف بين 1 ده باسف، هاف 1 وهاز 1 دول كسب، فلان كسب ولا كسب، فلان كسب، يبقى هاف 1 تنفع، هاز 1 تنفع، الفريق ده مفرد بس اسمه كوليكتيف، جمع شامل، ده من التيم ده، ده من جمع زي شوز، حذاء، تراوزرز، بنطلون، دول ده من على طول جمع، يبقى ده زي طول جمع زي، يبقى هاف ون. اوكي، بعد كده عندنا ميني فلاتس، أثاث جوية كثيرة، أثاث جوية كثيرة because of the storm، بسبب العاصفة، has cancelled، cancel early، has cancelled، have cancelled، have been cancelled، cancel. اوكي، يلا لايت ولا فلايت، رحلات طبعا اتلغت، لايت ده يبقى باسل، أولويات، يبقى أولويات ده إيه؟ ها؟ الوحيد اللي بس موجود عندي إيه؟ have been cancelled، ليه have مش has flights زي؟ جمع flights have been cancelled because of the storm. كمان مثال، لا زي ما نجيب بس بالماضي البسيط، طبعا ده visit visited بالاي دي، invite اخرها ايه؟ بقت invited دي فقط، ماشي، carry اخرها واي اي دي، ليه carry؟ الار قبلها ساكن، واي قبلها ساكن، هو الار واي دي، طب بلاي قبلها متحرك وبلاي دي اي دي، اي دي فقط، يبقى اي دي يا دي اي دي، اي دي الفعل فيزيت، فيزيت ووك ووك، اوكي، طب دي بنتهي بيه في الله زي انفايت، تو دي فقط زي ليف، ليفت انفايتد، طيب اي دي امتى؟ فاهم، بنتهي بواي قبل متحرك، قبل ساكن، يعني ايه ساكن؟ يعني واشنطن 5 متحركين، هما 5 دول اي 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 او يو متحرك، اي حرف غيره ساكن، طيب واي قبل منه حرف غير الخمسه دول ساكن، يعني اشيل واحد من هنا اي دي، طب الحرف الخمسه دول في واي فاكر الفعل اخر اي دي زي بلاي بلاي، من كاري كارد، اوكي، طيب اكتيف انفنتيف زي دي، دي او اي دي ده الاكتيف، ده لعب، شاف، ذاكر، عمل إلى آخره، بس بتاعه was where was possible، ده لعبة شو هذا كسرة إلى آخره، okay يبقى اي دي دي اي دي active was where was possible ده الباسف، طيب الأمثلة بتاعتنا a good match watch watched was watching was watched yesterday yesterday ماضي بسيط بقى، واتش تنفع، was واتش تنفع، واتش دي مضارع، was watching ده ماضي مستمر مش بسيط، البسيط هو واتش اي دي، او was واتش بس بتاعه، واتش شاهدة، was واتش شوهدة، طيب اقول ماشي الماتش كويس ده شاهدة ولا شوهدة؟ طبعا ماتش اتشاف، اتشاهد، شوهدة، صح كده؟ يقول ماتش يبقى was watched yesterday، yesterday ماضي، watched I was watched، الماتش شو هذا يبقى was watched، هو تصريف تاني يا ولاد، طيب father played was played plays was playing a game of chess cleverly، okay أبويا لعب مرات شطرنج بمهارة، لعب صح كده؟ لعب مش هلعب طبعا، لعب بلايد او was played، ابي لعب ولا تلعب، ابي طبعا لعب، هذا بلايد a game of chess cleverly، طيب I have the past continuous ماضي مستمر، هو يا ولاد was where verb ing ده الاكتف، was watching was studying، okay the passive عشان ده وقت بين being وصلت ثلاثة الفعل، يبقى was being were being تصريف تاني، was watching was being watched were playing يبقى were being played إلى آخره، ده الباسف، طيب المثال بتاعنا
A storm blew when we were sitting, was sitting, sat, were being sat in the garden, في الحديقة. عاصفة هبت عندما كنا جالسين في الحديقة. جميل. when بقى ماضي بسيط، يبقى التاني ماضي مستمر. يبقى was sitting تنفع، was sitting تنفع، was being sat تنفع. نحن كنا قاعدين ولا كنت قاعد بينا؟ كنا قاعدين. were we were sitting ولا was sitting؟ بتاخد طبعا وير. were we were sitting. اوكي. مثال while the match lights went out Murata was playing ولا played being played ولا was being played. while اللي منها ايه؟ دايما ماضي مستمر. يعني was playing تنفع، was being played تنفع، was playing يلعب، was being played تلعب. while the match الماتش لعب ولا تلعب؟ طبعا ماشي اتلعب. while the match was being played. اوكي. كان بيلعب ماضي مستمر بعد وايت. خلاص هذا معروف. ولا منه ماضي مستمر was playing ينفع، was being played ينفع. يبقى الماتش تلعب يبقى was being played. ده بس. طيب بس بيرفكت كوني من هذا التصريف تاني تو الاكتف. هذا التصريف تاني. طب بس وحطينا بين بس واحد بين تصريف تاني. واحد تصريف تاني او واحد بين تصريف تاني. زي ايه؟ سو أسيف into the house before we came back home before. أنا من أي حوض القاعدة before ماضي بسيط. أوكي التاني. طيب ماضي تام. يعني هاد بروح تنفع. يعني هاد بنت بروح تنفع كده. أسيف اللص بروح into the break into أنا أقتحم. اللص هاد بروح اقتحم وهاد بنت بروح اقتحم. طبعا لسه اقتحم يبقى نتيف هاد بروشن. تاني كده بيفور قلنا منها ماضي بسيط. تاني ماضي تاني هاد بروشن ينفع. هاد بين بروشن ينفع. اللي استخدم يبقى هاد بروشن مش باسف. من ذا هاوس يبقى مفتوح الماء. هاد بين بروشن نتيف يبقى اقتحم المنزل. هاد بروشن. يبقى المثال after the thief he was sent to prison. was sent in a prison. حط في السجن يعني. طب بعد اللص أول هاد أفطر يبقى على منها ماضي تام. بعد بين الأرست تنفع. هاد الأرست تنفع صح كده. تعالي ده باسف. اللص قبض ولا قبض عليه؟ ها اللص طبعا قبض عليه. دلوقتي في إيه؟ بعد بين الأرست. يبقى هنا الفور ماضي بسيط ماضي تام. يبقى هاد الدور لازم بس بالمعنى دي كده نسختها. هنا انا منها ماضي تام يبقى هاد بين ارستد او هاد ارستد. خلاص قبض عليه. قبض عليه ولا بس هاد بين تصرف تام هاد بين ارستد. اوكي. طيب مودر فيربس افعال الناس. هنا افعال الناس دي ولاد ويل وود شاد شود كان وود ماي مايت ماست اوت تو. يبقى على طول في ناس سببين. سبب ما ينفعش استخدم فيها مصدر واحد في جملة. مشهور ويل فوتبول تمر ما ينفعش. بقول ويل بلاي ده شيء او زي كان كارز او زي كان درايف. يقدر يسوق لما يبقى فعل في الايه في المصدر. تمام مش لوحده كده. منها فعل ناقصة. تاني حاجة السبب تاني بلاش تصرف تاني ضرب ماضي بس. ويل وود شال شوت كان كود مي مات ماست اوت تو. جنبهم فعل في الايه في المصدر ده في الاكتب. will play can drive may come must study ought to wash مصدر على طول. الباسيف الفعل الناس زي ما هو جنبه بي تصريف تاني. الناس اللي في دول منه بي تصريف تاني في الفعل. اوكي. يعني will be done can be driven ought to be washed must be followed. الأمثلة بتاعتنا lessons دروس وضع إزاي من الامتحان revise يعني راجع. should revise should be revised can revise will revise. قلنا should مصدر دروس تريا ولا تريا؟ ها طبعا تتريا. ما ينفعش should مصدر ما ينفعش. هذه هذه بس تريا يبقى should be تصريف تاني.
نايس بيزنس كتاب اهو، السنس شود بي ريفايزد، درس هتراجع مش يراجع. اوكي يبقى شو ذا فاز ما ينفعش، كان الفاز ما ينفعش، وين ذا فاز ما ينفعش، از باسف تراجع، يجب ان تراجع باسف، يبقى الناس بي تصف تاني الوحيد ده شود بي ريفايزد، اي شود بي ريفايزد. طيب ترافيك رولز، ترافيك رولز ايه؟ قوانين المرور، ترافيك رولز باي موتورد، باي موتورست وصل ايه؟ يعني موتورست قائد السيارات. طيب ماست فولو، شود فولو، ماي فولو، ماست بي فولو. ماست فولو يعني تتبع، تطيع، يعني من تطيع، ربما تطيع، يعني من تطاع. قوانين رولز تطيع ولا تطاع؟ لا تطاع، يبقى عايز باسف. عندما كل ماست وكان وشوف كان تقول الفرناس، يبقى الفرناس بتصفتين، يبقى ماست بي فولو. Okay. The rules must be followed. يا بتطلع must be followed. طيب our hand إدنا before meets قبل دي قبل الوجبات ought to be washed, ought to wash, should wash, would wash. تغسل ولا تتغسل؟ لا تتغسل، يبقى عايز باسل، يبقى عايز ايه؟ ناقص بتصفيتات اللي هو ought to be washed. وصلت our hand إدنا يجب أن تغسل، الوحيدة اللي بتصفتات يبقى هي ought to be washed، مش زيها تاني، هي ought to be washed، يجب أن تغسل before meals قبل الليل وجبة قبل الأكل يعني. كمل. تو هاز تو، هاد تو، أم إذا أر جو تو، جنبه مصدر بند، هنا في الأكتف. هاف تو، هاز تو، هاد تو، أم إذا أر جو تو، جنبه مصدر. طب في الباسف حط بي جنب تو تصريف تالت، يبقى have to has to had to أم إذا لم تو بي تصريف تالت. For example we will have to has to have to have to have to be obey the law. Okay. تطيع القانون، الناس يجب أن تطيع القانون، يبقى مش ماضي. ليه؟ زي ما انتم دلوقتي لا، ده حقيقة لازم الناس تكون في الوقت كل وقت، الموضوع بسيط، يبقى تبدو ان في هاف تو وهاز تو وهاف تو بي. طيب دي حاجة، الناس تطيع ولا تطاع؟ تطيع، يبقى هاف تو هاز تو، مش عايزين بس عايزين اكتب هاف تو هاز تو. الناس يعني زيت او ده لازم لا تاخد ده، يبقى بيقول هاف تو اوبي ذا لو. زائد كمان حاجة تانية غير كده اللي بعد القوسي، اوبي وإذا مصدر صفتات، وإذا مصدر صح منه have to has to have to أم إذا أرجو to مصدر، إذا مصدر يبقى have to. طب إزاي يبقى have to مش has to؟ يبقى من الاتنين أهو، الناس يجب أن تطيع، يبقى ده مش باسف، يبقى have to has to. الناس يعني إزاي يبقى have to follow أو obey the law. Okay. طيب a new car، سيارة جديدة، بوت سون، تشترى قريبا أو سريعا، أو تشترى، are going to be, is going to be, is going to, has to. ها تشترى يبقى باسف، ها بس في دول ايه؟ اتنين، ما يوي are going to be و is going to be. أكار ايه are ولا is؟ كانت تبقى is going to be بوت سون، is going to be بوت سون. ده برضه بوت ده تستاهل، وعايز ابن باسف is going to be booked. سوف تشتغل قريب. اي طيب the following verbs are followed by infinitive in the active form. بقى ايه مصدر في مبني المعلوم؟ زي ايه؟ بقول مصدر في مبني المعلوم يبقى بيه تصريف تاني، بس في فورم معلوم مصدر مجهول يبقى بيه تصريف تاني. المصدر في مبنى المعلوم في الباسف يبقى بي والتصريف التالت فقط. زي يا أولاد أم إز آر تو، يجب أن واز وير تو، بي تصريف التالت في الأكتف، يبقى بي تصريف التالت في الباسف. يوز تو، نيد تو، ابتدأني أحتاج أن، سيم تو،
بيرتو بيبدو أن بيبوتو على وجه جنبي سبوستو المفروض أن ذا أكتب ده الحتة اللي فوق الأولانية بيكون مصدر جاي needn't want to وده active يبقى هو مصدر طب في الباسيف يبقى بي التصريف التالي صح كده تمام he was to be is to be is to yesterday arrive في مش ان arrive يصل الموعد امبارح امبارح يبقى ماضي يبقى was to was to be هو كان يجب أن يصل ولا وصل؟ كان يجب أن يصل يبقى ده passive يبقى he was to arrive on time yesterday وده عشان yesterday طب was to أو was to be؟ هو كان يجب أن يصل was to arrive بعدها a fine غرامة بمعنى غرامة paid تدفع for breaking the rule مخالفة القانون is to ولا are to ولا was to ولا is to be ولا ما تدفع ولا تدفع تدفع صح يبقى was to be أو is to be يبقى fine طبعا ده حقيقة لازم ندفع غرامة في القانون يبقى is to be paid for breaking the law okay the homework الواجب done daily تعمل يوميا is supposed to be was supposed to are supposed to be هم واجب ايه؟ يجب ان يعمل يوميا وده مضارع صح كده؟ مش كان المفروض يوميا مضارع طيب بس ولا مش بس يعمل ولا تعمل واجب تعمل يبقى ده بس يبقى ايه supposed to be تنفع are supposed to be تنفع the homework it is ولا are يبقى is the homework is supposed to be done daily. It's supposed to be done. كولد طيب my car البيت يسترداي بعد الماضي يبقى needed to be سيارة صلاح تصلح يبقى needed to تصلح يبقى passive يبقى needed to ايه to be repaired okay طيب This old house هذا المنزل القديم painting the hand اه حلوة الجملة دي لذيذة أنا need to be تصريف تالت أو إيه تاني need إيه need gerund طب need إيه needs to be needs painting يحتاج الدهان يبقى needs to be تصريف تالت أو need gerund أوكي أي أي جملة سابقة needs يتبعها في ال ing أيضا need يتبعها إما في تصريف تالت أو جيرالد need to be repaired و needs painting و needs repairing okay طيب don't ضرب سبب منفي في النفي but don't doesn't master don't go doesn't play بس يبقى ايه يبقى not is not are not تصريف تالت ألف في الأنزار not is not aren't تصريف تالت في البس يبقى don't play doesn't study مش كده؟ ده active haven't visited isn't played aren't watched ده passive ده يشاهد ده يلعب ده آخره طب ثانية polite boys بلاد مهذبين in the street في الشارع aren't played aren't playing don't play isn't played يلعبوا ولا لا يلعبوا طبعا لا يلعبوا مش يلعبوا يبقى دي مش هتنفع دي ما تنفعش ولا aren't playing ولا isn't playing ده بس ولا isn't played فانت تنفع ايه don't play لا يلعبوا في الشارع don't play okay طيب experiments التجارب in classes في الايه في الفصول aren't done don't done doesn't done isn't doing طيب تجرب تعمل 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 يبقى انت غلط غلط
الدوالة لا تعمل، يبقى I'm not is not are not تصريف تاني، فهي are done. Parents are done in classes. كانت سهلة. طيب. She how to cook إذا تطبخ. لا تعرف and doesn't know isn't known don't know didn't know. طبعا دي تقول دي مرحلة خالص مش لازم والحقيقة. And don't know isn't known doesn't know. لا تعرف ولا تعرف. لا تعرف ولا isn't known الريح نبسة. And doesn't know و don't know. طيب she هي شو إيه؟ يبقى doesn't know how to cook. يا ولد she doesn't know how to cook. كمل مع بعض. didn't مصدر الماضي يبقى wasn't when تصريف تاني. ده الأكتيف ده الباسيف. didn't play was the play. didn't watch went watch it. Okay. بتاعتنا. The football match yesterday but not was it day. due to بسبب the bad weather conditions الأحوال الجوية السيئة. didn't play, doesn't play, wasn't play, wasn't play. ده أنا واحد يا أولاد لم يلعب يلعب أمس يبقى wasn't a well play. ده هي wasn't play صح. المفروض مشيت يبقى wasn't play. أوكي طيب. the government any new laws أي قوانين جديدة last year عام الماضي لم تصدر. last year الماضي بسيط. was intuition تنفع. intuition تنفع. intuition ما تنفعش لأن مصدر. when intuition تنفع مش كده؟ الحكومة لم تصدر ولا لم تصدر. لم تصدر يبقى ده بس اكتب عادي. يبقى عايز يدي انتو مصدر صح زي اللي فوق كده يدي انتو مصدر. لم تصدر يبقى دايما انت ايه؟ عايزين تعيشوا. لو عندنا لوز جبناها مكان هنا لوز يبقى وين تعيشوا. وين تعيشوا لم تصدر. وما لم تصدر يبقى دين تعيشوا. لوز يبقى وين تعيشوا. اوكي طيب. ميك فعل ما يصنع لو جنبه حاجة تانية يبقى يجعل جنبه مفعول اسم يعني بمعنى يجعل. جنبهم مصدر ده في الأكتف. طب في الباسف يبقى verb to be و made و to مصدر. و be made to مصدر بمعنى make اللي هو جمع مفعول اسمه ضمير اطلع مصدر. ما فيش اطلع to مصدر ده الشغل بتاعي. جمع مفعول اطلع مصدر. ما فيش اختار في to مصدر. شو جملة ده thief made me اي made جعلني. made me made مفعول او my wallet محفظتي. made me ده ايه؟ ده مصدر. made me to give ولا gives ولا giving ولا give. made me give طبعا مصدر كده اهو give. ده اخر واحدة بس مش made me give him my wallet. طيب where made be made ايه؟ where made be made do don't do, do done this is as again. يبقى هنا ايه؟ مفيش مفعول يبقى تو مصدر. يبقى تو دو هنا ميد مي جيف هنا مفيش مفعول يبقى تو دو تو مصدر. اوكي ميك مفعول مصدر مفيش مفعول يبقى تو مصدر. اوكي طيب لت يسمح مفعول برضه مصدر زي ميك بالظبط بس هو منها بس بتبقى بي اللاود بحاول اللاود يا اللاود وتو مصدر. تو بي في تصريف تاني. اوكي مصدر تو بي تصرف تمام لازم هو مصدر في الاكتف بس بتاع بي allowed to be تصرف تاني. فور اكزامبل فاذر ليتس اس يسمح لنا اون تو ذا كلاب اون ثيرزداي نروح النادي يوم ايه يوم الخميس. ليت اس ليت اس جنبها ايه مصدر خلاص ليت اس جو. طيب هنقول ايه people are allowed اهي are allowed وسيلها ايه to be تصفتات people are allowed ايه to park. وصلت let us let مفعول في الوسط يبقى جو. people are allowed are allowed يبقى to مصدر يبقى to be to park كده to park
طيب في تدريبات لغوية مهمة، الجملة دي مثلا I hate people telling lies. أوكي، هنا طبعا الفاعل هو المفعول نفسه اللي هبدأ بيه، هبدأ نفسه أي مش هبدأ بالمفعول. ده الاحتمال الناس بتاع إيه؟ I hate people، مفيش people بلغيها بدل المفعول. I hate ده هعمل وسطها، ده بيباسم، ده جيرند، يبقى being تصف تاني. هات إيه being told lies. أي جنرال كده ولا بينج تصف تاني، أي جنرال ده أو ده، يعني جي بينج تصف تاني. أنا هيت بيبول تيلينج، الناس بتقول إيه كذيب، هيت بينج تولد لايز أكثر أكبر كذبا أو يكذب عليا يعني. أوكي طيب، جرند أو فعلا جي في الأكتف في الباسيف يبقى بينج تصف تاني، ده اللي إحنا قلناه فوق. تيلينج زي تيلينج بقت بينج تولد، تيلينج بقت بينج تولد. اوكي طيب، تو انفينيتيف الاكتيف تو بي تو بي تصف تاني في الباسيف، مظبوط. طيب وين انت لايكس تشيلدرن ويز هيم، تحب الاطفال يلعبوا معاه. لايك محتاج ايه؟ ايوه تو مصدر، لايكس تشيلدرن تبقى تو بلاي with him. أطفال يلعبوا إيه معاه؟ Okay, like children to play. يلعبوا شو لعب؟ يلعبوا. طيب. All the people كبار السن like with يحبون أن إيه؟ يلعب معهم. يلعب يبقى حامل ده تو ده بس يبقى to be played. ليه like children في مفعول أهو؟ يبقى تو مرضى. ما فيش مفعول يبقى تو تصرف سين. اوكي لايك مفعول تو مض، لايك ما فيش مفعول يبقى تو بي تصرف سين. وانا بلاك تشيلدرن تو بلاي، يحب الاطفال يلعبوا مع ويز هيم. وانا ستيل لايك تو بي بلايد ويز، يحب يلعبوا معهم. اوكي هو موجود اهي. طيب ما لايك مفعول تو مصدر تو بلاي، لايك ما فيش مفعول تو بي تصرف سين تو بلاي. اوكي لكن لكن فعل مفعول واحد تحول التي إليه في البسط يبقى لت فليكسبل داون، يعني ايه طبيعي انعكاس، يعني ايه مثلا في وصل في وصل في وصل في وصل اخر بي تصف ثالث زي يا ولاد. He doesn't let others laugh at him. Him و he فعل هو مفعول أو يبقى هي doesn't let himself عشان he to himself to be loved at. doesn't let himself to be loved at. doesn't himself be loved at. okay doesn't let himself be loved at عشان هي هي هم فعل هو المفعول. okay يبقى he doesn't let himself be loved at. طيب المحاور سؤال نستخدم باي في آخر السؤال أو في أوله. Who takes your children to school؟ يبقى هو مفعول فين؟ Your children. وده وده يبقى are taken. And is our children to art؟ لأنها دي. يبقى هو your children are taken to school by. Our children taken to school by. طبعا طبعا هنا بنتعامل بالفاعل فعل مساعد و are your children taken to school by أو by whom are your children taken to school by who or by whom are your children taken to school. نبدأ بالمفعول اللي هو على مين الفعل، الفاعل على مين الفاعل آسف، على مين takes away your children بعد إيه your children take عمالة مضارب بس إزاي؟ طب والله يبقى أمي إذا أنت نسيت يبقى are taken، يبقى هو are your children taken to school by، أجيب عرب اللي قبل الفعل الحقيقي و are your children taken to school by أو by who أو by whom are your children taken to school. حرف الجر نمبو إيه اسمه في الـ ING، في حرف الجر نمبو ING وبنو جرم مش كده؟
في البسل اعمله بينج تصف تالت بعد حرف الجر. نستخدم بينج تصف تالت بسف طبعا لانه مجهول. For example, my friend look for two being chosen for the football team. Look for two عملنا بقى اسم او جيرند، هنا طبعا في جيرند. يبقى هنا my friend is looking forward to being chosen. Being chosen. Okay. هو يختار for the football team. فريق المدرسة. Being chosen to the football team. طيب. And I would nothing, no one, nobody في جملة وجملة منفية. والتاني verb to be منفي حسب ظاهر الجملة. يجيب منفي بنط. مظبوط؟ على سبيل المثال. Nobody has ever cheated me. لما أسبق إن حد خدعني أو غشني. لما يعملها باسف يبقى هبدأ بمي تبقى أي. بقت إيه have been أو has been as if has cheated. أي تبقى have been cheated. طبعا في جملة إزاي بنط ولا بإيه؟ أي ما فيها أولاد فاكرين أو ما فيها never. يبقى I have never been cheated. أي I have never been cheated. I بدل me have been cheated. ده بس بتاع cheated. I was cheated. Ever ما فيها never. يبقى I've never been cheated. طبعا never can be have or has been cheated. I have. Or nobody has ever cheated me. يبقى I have never been cheated. No one can beat me at chess. حدش يقدر يكسبني في التنس. هو التنس. يبقى نعملها I. Can't by can't be beaten. They can be beaten. And if can't by can't be beaten. التنس. ممكن نوزن في ليه في التنس. يبقى هي I can't be beaten at tennis. طيب. وانا بصل في السؤال. Do does subject infinitive. Do you live? Does he study? طيب بس بتاعه السؤال برضه يبقى ام از ار فاعل تصريف تالت ده الباسيف. بصوا هاي الجملة سؤال اهو do you study English every day؟ صح يبقى انجلش هبدأ بيها هي الفعل بتاعي. طيب عايز ايه؟ do you study؟ do you study؟ عايز ام از ار انجلش طبعا از انجلش ايه studied every day. But is English studied every day? Right. Is English studied every day? يا ولد طب الانجلش في الاول قلناها فاعل الباب مفعول فاعل is English studied every day. طيب did subject infinitive الماضي بقى البسيط يبقى was subject تصريف تالت الباسف الاكتف ده باسف بتاعتنا. Did where was do you attend school yesterday امبارح بعد ماضي بعد did أو where أو was هذا يدو خالص you attend school yesterday فعل ده مصدر attend مصدر صح مش attend attend ده مصدر يبقى did فعل مصدر يبقى الفعل بتاع did you attend school yesterday. طيب the meeting الاجتماع canceled اتلغى 2 hours ago من ساعتين اجو يبقى عايز ايه يا ديد يا ووز يا وير داز ده مضارع عايز ماضي قال لي داز الاجتماع يلغي ولا بتلاقي لا بتلاقي يبقى ووز وير تصريف تالت اهي تصريف اهو اصله ووز وير the meeting ووز ولا وير the meeting يعني ات يبقى ده ووز the meeting canceled 2 hours ago يا ولاد. طيب ده مصدر ويسترداي يبقى ديد ده التصريف التالت يبقى ووز اوير عشان اقول ماضي بسيط يبقى ووز اوير ميتنج يعني ايه تبقى ووز ده ميتنج كانسل ووز وير فعل تصريف تالت كانسل. اوكي وير اور برودكتس ابرود لاست يير ماضي بقت وير فعل ايه عايز تصريف تالت صح وهي ديت فعل مصدر او وير ووز وير فعل تصريف تالت بس
هنا باسيف وير اور برودكتس تبقى ايه؟ سمول. هل صدرت سمول نادي؟ سمول ده الحل ولا اكسبورتد؟ وير اور برودكتس اكسبورتد ابرود لاست يير، صدرت قناتنا الخارج العام الماضي اكسبورتد، اكسبورتد مش وير، اوكي اكسبورتد وير عندها ايه؟ اكسبورتد. عندنا there are two need to be looked when look or looking need to look we need to be looked at بس نبص عليهم نطلع عليهم let's hurry يلا نسرع شوية the plane of be taken will be taken in order to take takes off هتقلع ولا هتقلع؟ هتقلع he was going to take off يا ولد. طيب they are exactly what to do at this situation يعني بالظبط في هذه المواقف they are telling are told will tell can tell tell يعني يخبر هم يخبروا ولا يخبروا يعني يقولوا ولا يتقال لهم يتقال لهم يبقى ده بس they are told what to do in these situations يعني في هذه المواقف They are told what to do in these situations. Is the exercise now. هذا التمرين يعمل ولا تعمل؟ يتعمل. طب هنا في is يبقى ايه؟ ايوه being done عشان now مضارع مستمر صح؟ دي الوحيدة مضارع مستمر ودي مضارع مستمر ده زو باسيف ازاي تعمل صح؟ يبقى being تصرف تاني بس الأساس إيه؟ being done. Okay؟ طيب. There's a notes by journalists أسماء صحفيين أيوه are going to be interviewed. هذا مقابلة بس يوم اليوم. The windows today You want to use hydrated amount of energy, كمية الطاقة. يجب أن تخفض. It must be reduced. All the students will talk about the training, كتب التدريب, about selling boats, اللي في حرب القوارب. يبقى إيه؟ يعطوا صح كده يبقى are given تدريب دون تدريب يعطوا are given بس اعطى صفتاتهم the children the park today هتاخدوا هذا هياخدهم يعني يبقى will be taken a new in the future يبقى هو اللي بيبلت I've seen the plans شفت الخطط two new hotels جديدين near the beach next year العام القادم يبقى will be built هتبنوا are going to be built مش كده تمام will your math problem طبعا be solved حل a lot of bread is At the baker's today is a bread is being baked. يخبز. The hotel next month will be decorated. Meat should be cooked. تطهى. I think fewer letters will be written. هتكتب the TV program about space at the moment يبقى is being shown يعرض على مستمر at the moment more electric than last year you are being sold don't put these old batteries in the bin صحيح تماما they أيوة special place مكان
مخصوص يبقى شود بي تيكن، تؤخذ، سوف تؤخذ، ويجب أن تؤخذ. إيه؟ To bark the way, to bark the way صارفين when he gets there، لما يصل هناك يبقى will be told، لما يوصل يبقى will be told. وين غرام بسيط تاني مستعمل، ويل مصدر، أو will be told ولا مثلا هيتقال له يبقى will be told. Many ways of saving energy، صرف كثير من توفير الطاقة، will be developed by the scientists at the moment، غرام مستمر صح؟ فين هو؟ يبقى are being developed and are developing، ها وسائل توفير الطاقة سوف تطور، عايز بس يبقى are being developed. When you are to your rooms. When you arrive, you will be told. You will be shown how to do water. We water the surface. احنا المية من السطح من الضخام. صح؟ يبقى مع بامب مش عايز باسف. بتباسف تضخ. المية تضخ احنا بنضخ. يبقى وي طبعا بامب اس. But always to work on time. الوضع بسيط يذهب صح يبقى جوز عشان هي they need for the school روما الآخر يبقى never نبعد أميزة English always world يعني الآن الحقيقة يتحدث به يبقى is spoken. Does is are the letter written. The letter written يبقى is تصريف تالت اهو. Rubbish and تحرق يبقى تجمع يبقى are created or is collected. Rubbish يعني مفرد لا تعد يعني it يبقى is collected. When this house built did does ما تنفعش اللي built تصريف تالت. As well was as was or will ما تنفعش. When was this house built? This door has the rakhar, الدواء يعني. You yet. لم يستخدم، لم يستخدم أيت مضارع تام. صح؟ لم يستخدم بدأ. مضارع تام الوحيد موجود عندي أنت been used. The thief. Before he left the office. قبل ما يسيب المكتب. Before يبقى عايز ماضي تام الناحية التانية. مظبوط بعد ما مضى مستوى تاني ماضي تام اللص قبض عليه ولا قبض عليه قبض ولا قبض لا قبض ماضي تام ماضي باسف بعد بين تصفيتات بعد بين ارستد في افعال بقى تانية مهمة جدا حتى الدولات خلوا يوصلوا معايا افعال تانية زي think يعتقد believe يصدق او يعتقد deny ينكر allege يدعي claim برضه يدعي انه يعرف بلا جن بس in two ways ولا بس مرتين أولانية أبدأ بيت يبقى بيوت تصريف تلات الفعل اللي موجود عندي من دول وبعدين بجملة أنا إيت وزاد بينهم إيه؟ بس بينهم بيوت تصريف تلات أي إيت وزاد وراه بينهم بيوت تصريف تلات وأنا بختار كده إيت باسف تصريف تلات أنا إيت بيوت تصريف تلات إيت وزاد بينهم بيوت تصريف تلات أو أبدأ بأي فعل تاني غير إيه؟ غير إيت يبقى بيت تصفيف ثلاثة الفعل ده اللي موجود منه طبعا الأفعال دي وبعدين تو إنفينيتيف في المضارع أو تو هاف تصفيف ثلاثة لو إيه لو ماضي دول ثلاثة أشكال ده دول شكل باسف ده اللي هيكتب ده برضه باسف آسف أوكي إت زاد جنبهم بينهم بي وتصفيف ثالث فعل بي تصفيف ثالث تو إنفينيتيف لو جملة مضارع تو هاف تصفيف ثالث لو جملة باست. For example, you will leave that Mo Salah is the best player in the world. He'll activate. Mo Salah ده أحسن لاعب في العالم. ولا بس بقى طيب من دول. I will let ماشي it. I believe passive. ده هو المضارع يبقى ميزات تستفتاد يبقى disbelieved that Mo Salah is the best player in the world.
مش عارف تاني، بس الحته دي بس. يبقى it is believed that اهي، it is believed that it was not بينهم is believed is believed is believed it is believed that مو صلاح is a best player in the world. اوكي، او مو صلاح لماذا مو صلاح is believed. ده ايه؟ is ده منها ايه؟ مضارع. is believed ايه؟ to مصدر، صح؟ to يبقى to be. طيب مو صلاح is believed to be the best player in the world يا ولاد. يبقى it is believed that مو صلاح is believed to be، عشان is ده مضارع ايه. طيب you will think his uncle was killed in an accident. يبقى it is thought his uncle was killed in an accident. His uncle is thought to have been killed. Have been هني مكان was ماضي. يبقى to have وتصريف تاني. يبقى his uncle is thought to have been killed in an accident. ماشي يا ولاد؟ It is believed that Mosalah is the best player in the world. Mosalah is believed to be the best player in the world. You think how his belief is thought to have been killed in an accident. Where is bad to be؟ مش كده؟ وهنا was bad to have been. is مضارع was ماضي. كده كده يا ولاد سهلة، مش كده؟ طيب هي have suffered from animal amnesia، فقدان الذاكرة، آسف العرق. يبقى هي يعتقد هي thought to have suffered، هي to have تصريف تاني برضه، بس يبقى هي thought money to bring happiness، تجد بالسعادة، to bring to مصدر برضه باسف. يبقى ايه الصوت ده بيتو ستاتو الوحيد لباسف. it was reported وبلغه ده the match cancel I reported that the match ماتشي اتلغى. يبقى was canceled. they activated the match، متوقع ان هم يفوزوا بالماتش، بس هيلعبوا اهو هيفوزوا بيه. يبقى تو مصدر، يبقى تو win the match. my son is believed to get full marks to get to مصدر. he was believed it that will massive we can't be denied. ما هي ده came secretly get children for fear of خوف من نهي تشاهد of حرف جر جنب جرند في الباسف، يعني جرند في الباسف and being تصف تاد يبقى of being seen. before the roads خزازيف في الصحراء many visitors قسم من الزوار came to this town أتوا لهذه المدينة. روز الطرق بنت ولا اتبنت؟ اتبنت. طب before I mean هي ماضي بسيط، عايز ماضي بسيط بس was وير تصريف تاني. روز was ولا وير؟ روز طبعا وير. وير بيلدينج ولا وير بيلت؟ استاذ فين؟ وير بيلت. روز وير بيلت. the newspaper that food prices أثار الغذاء increased greatly، ده بشدة. أبلغت كتبت ريبورتس، مفيش بس بقى هنا. this ends our session today، people listen to me. طبعا ده أخلصنا النهاردة، أرجو كل الناس تشارك في الفضاء خلاص، ومش عارف تشترك لو سمحت، ودوس على الجرس كنت كل تصرف منه كل جديد حتى تدعموني وتشجعوني أشارك في الفضاء إن شاء الله. وأرجو أعمل لايك في الفيديو حتى أستفيد من أكبر عدد من الطلبة. من الشروحات لا يدعو الله عز وجل تكون في لكم ولا مش رمشنا القادم دواتي القلبية لكم من الله التوفيق. الفيديو إن شاء الله نشتغل مع بعض يونيت 9، خليكم معايا هتلاقوا الأيام مفيد تكون متجنن شو وذ ذا بيست اوف لايف. ثانك يو فيري ماتش انديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.